التحرش الجنسي دوت انا اعرفه لما يكون واحد مثلا او واحده ممكن برضو واحده يكون برضو هي عايزه التحرش الجنسي دوت بيبقى التحرش الجنسي من ناحيتين من ناحيه الست ومن ناحيه الراجل حاجه سيئه جدا يعني اسال اي حد تاني اكيد نتمنى الحاجات دي ما تبقاش موجوده تعريف التحرش الجنسي ان بنت تبقى ماشيه في الشارع وناس ممكن تتلم عليها تعمل حاجات مش كويسه معاها حاجه وحشه قوي حاجه مش مقبوله خالص يعني بالنسبه لمصر مش محببه عامه بس وده واللي بيعملها يدل على اصله يعني ان هو لا دلوقتي الرجاله في الشارع بقوا بيعاكسوا تحرشوا بسبب او من غير سبب بيبقى راجل كبير ومتجوز كبير جدا فاهم عليا مثلا ايه بيعاكسني انا ماشي انت بتعاكس ليه انت ممكن تكون متجوز ومنقبات ويروح هو بقت مش عارفه عاده ولا ايه البس اللي انا عايزاه هو ما يبصش ممكن اسباب كتير ممكن تكون اسباب اجتماعيه ممكن تكون عدم الزواج للناس الكبار في السن الثقافه والتربيه اسباب الجشع الجشع والطمع بتاع العالم وقله ادب لو في ادب وتربيه من الاصل ما حدش يعمل كده ابدا عمرنا احنا ما عملنا كده ايه اللي بيعمل كده واللي تعالى برضه اصلا زي المرض منتشر فصعب ان هو يوصل بسرعه كل واحد يشوف مصلحته يشوف نفسه لحظه يعني لما انا اعمل هنا واعمل كده واجري من هنا واخرب هنا واخرب هنا وعمرنا ما هننفع عمرنا هنيجي ورا لكن لما نمشي كلنا ايدينا فين بعدين ده المواظع العاجز بيتعجز المواظع عشان يشتغل ياخد لقمة عيشه انا هو قدامي كده المواظع ماسك عصايه وبتعالي قاعد قدام عمارتي وبخلي بالي ممكن انام واموت واقول لك بلاش شرب وانام على ظهري بس ما حللهوش يشرب فيه. الراجل يحترم نفسه بالزحوريته هي يحترم نفسه الانسان اللي انت كان كويس ومحترم ومن اصل يحترم نفسه والبنت لو ماشيه هو اعتبرها زي اخته او بنت هيعمل ايه يعني دور المراه في الموضوع ده ان هي ما تخافش و... وممكن مثلا لو حصل معاها حاجه ان هي تبلغ الموضوع دوت ما تبقاش خايفه لان سبيشال الموضوع ده حصل مع اختي يعني انا عارف الاحساس نفسه بقى ما تخافش يبقى عندها شويه سيلف كونفيدنس مع نفسها من عند ربنا ان شاء الله تقع باذن الله